تسعود وسبعين متر كاري، خمسة ديال الدقائق البحر على رجليك في أحسن المواقع في سدر حال الشاطئ. جات شوكية يعني دوفاس وقريبة لجميع المرافق، فيها ثلاثة ديال الغرف، جوج ديال الحمامات، صالون، مطبخ وسيجور، ثلاثة ديال البالكواش، لونتري اللي هو هذا باب بلاندي. بالنسبة لهاد الشقة كتجي من موبل اير بليس دو، المجموع ديال الشقق ديالها ستة ديال الشقق، كل طابق فيه جوج ديال الشقق. لونتري باب بلاندي كيف ما قلت لكم، وعلى لونتري عندك الحمام الصالون، يعني الحمام الرئيسي اللي هو هذا كيجي بالرشاش، طواليت الرومية، روبيني الطهارة، وعندك لافافو اللي كيجي بالرخام، كيجي رائع تبارك الله، زليج حتى للسقف، البلافو كيجي بلي سبوت، والبيبان كيجيو سامبل. مازال هاد الشقة في طور الإنجاز، يعني مازال كل حاجة غتحط في بلاصتها، مازال لي بواني، مازال ساني شيخ غادي يركب، مازال كلشي غادي يركب في هاد الشقة اللي جات شوكية وعندها لاكسي البحر. الصالون كيجي بهاد المساحة، البلافو كيجي باللاد، ولي سبوت صباغة صباغة الخيال اللي كتعوم الشقة ككل. الزليج كيجي 60 على 60 كومباكتو، هاد الفاس فيه لانستالاسيون ديال التيلي، والصالون اللي كيجي بهاد المساحة. بالنسبة لهاد الشقة راها مشمشة تبارك الله، فيها واحد الشميشة تبارك الله ما شاء الله، كيف ما كتشوفوا، كيف ما قلت لكم هاد الشقة راها دوفاس، يعني مشمشة ومضوية النهار كامل، وعندك التيراس اللي داير بالشقة كاملة، يعني عندك البالكوات في هاد الشقة، كيف ما قلت لكم لي بواني مازال غاديين يركبوا، مازال كل حاجة غتحط في بلاصتها. عندك الغرفة الثانية اللي كتجي حتى هي بالبلاكار ديالها، وهاد الفاس في لانستالاسيون ديال التيلي. الغرفة الثانية اللي هي هادي، والبلافو راه كيجي باللاد ولي سبوت. بالنسبة عندك جوج ديال الغرف في هاد الجهة، وهاد الجهة فيها الغرفة اللي بالحمام ديالها. نمشيو للمطبخ اللي كيجي ايكيبي وكيجي بالطيراس، المطبخ اللي كيجي بالعود، البلاك، الفران والبلاكارات راهم كيجيو بالعود الفوق والتحت. طاجرة كتجي بالرخام على شكل ال، وعندك الطيراس كيف ما كتشوف منو تخرج من المطبخ، والبلافو ديال المطبخ راه كيجي باللاد ولي سبوت. هاد الكولوار راه كيجي باللاد ولي سبوت كيف ما كتشوفوا، المطبخ اللي كيجي بهاد المساحه. نمشيو للغرفه الثالثه اللي كتجي بالحمام ديالها، كيف ما قلت لكم راه مازال ساني شير غادي يركب، وهذا الحمام كيجي بهاد المساحه. الغرفه اللي عندها بلاكار والحمام، بلاكار كيجي بتصميم لي سامبل ورائع تبارك الله، والغرف راهم كاملين فيهم لانستالاسيون ديال التيلي، وفيهم جوج فيهم بلاكارات، واحد ما فيهش البلاكار، وكيجيو بجوج ديال الحمامات. هاد الغرفة هاد الشقة اللي كتجي بجوج ديال الحمامات، 79 متر كاري في أحسن المواقع في سيدي رحال، عندها لاكسي للبحر، وغتبقى بالثمن ديال 58 مليون قابلة للتفاوض. مشاهدينا الكرام كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم، اللي بغى يزورنا ياخذ فكرة مرحبا وألف مرحبا، اللي بغى المزيد من المعلومات ما عليه إلا يتصل بي على الرقم 06 80 86 63 50. مرحبا بالجميع.